بسم الله الرحمن الرحيم. أنا مهندس مصطفى الكفافة، رئيس اللجنة التنفيذية بنادي الوقف في البطولة الأفريقية. في البداية أرحب بك ونحب نسألك يعني كيف تشوف اللجنة التنفيذية العمل نتاعها ومجهزة للبطولة؟ الاجتماع اليوم اللي كان مع الوزير كان كبير في الناس شد على يد اللجنة التنفيذية. طبعا اللجنة التنفيذية تقوم بأعمالها من مدة سابقة، والاستعدادات بالنسبة للملاعب والمجال الأخرى اللي هي المواصلات والإقامة والعلاقات يعني شبه ماشية واحدة، خطوة ممتازة خاصة الملاعب والمواصلات والجاهزية والإقامة شبه منتهية. المواصلات في خلال يومين انتهينا من الضحى. الدعاية والإعلان بدأنا في مشروع احتفال في خلال 3 أيام حافظها والصور في هل تم موافقة على البرنامج نتاعها ولا مازال يعني ايش تحتاج اليه؟ ان شاء الله. هو من امس اجتماع امس كان لجنة تنفيذية مع رئيس إدارة النادي واللجنة العليا، اتفقنا على اساس انه نبدأ نباشر في الموضوع، وأكد سيادة معالي الوزير اليوم على اساس انه لازم نسرع بالموضوع في المستقبل، واعطينا الاذن للشركه المنفذه، وان شاء الله في خلال نهايه الاسبوع حتكون الاعلانات الدعايه والوزع في كل الترابس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، وهذا اللي نتمنى، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا.